بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية في نهاية الموسم الرياضي 2019-2020. مميز في الجمعية هذه، الكل محتاج أن يشارك في العملية الديمقراطية ويكون مؤثر ويكون لهم دور كبير في إنجاح هذه الدورة. احنا ندعم العملية الديمقراطية سواء كانت قائمة الإدارة الحالية أو أي قائمة أخرى، هذه أثر الديمقراطية اليوم المنشودة في جميع الأندية. طبعاً لم تتقدم قائمة منافسة، وبالتالي هذا إعلان بفوزنا بهذا المنصب لإدارة النادي خلال الفترة القادمة الأربع سنوات. نسأل الله أن يعيننا من أجل تحقيق أمالكم وطموحاتكم